ما هي الباقيات الصالحات يا شيخ؟ الباقيات الصالحات فيها قولان. القول الأول أنها الأعمال الصالحة جميعا، لأنها تبقى وتنمى عند الله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. القول الثاني أن الباقيات الصالحات هن الذكر المشهور، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويزيد بعضهم تبارك الله رب العالمين. فهذه الخمس أو الست هي الباقيات الصالحات عند كثير من العلماء. نعم.